الختان؟ الختان هو عملية استئصال القلفة، وهي الجلدة التي تغطي ذروة القضيب، وتجرى هذه العملية للمواليد الجدد في أكثر الأحيان. هناك منافع طبية للختان، وله بعض المخاطر أيضا إذا لم يجرى بشكل صحيح وبيد خبيرة. ومن المنافع الممكنة انخفاض خطر الإصابة بأمراض المسالك البولية أو سرطان القضيب والأمراض المنقولة جنسيا. ويشرح هذا البرنامج التثقيفي عملية الختان وأهميتها والإجراءات التي يجب أن تليها، فكونوا معنا. أهمية الختان. أكدت دراسة طبية جديدة أهمية الدور الوقائي لختان الذكور لحمايتهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز. وفي تفسير السبب في أهمية ختان الذكور، أعلن باحثون أمريكيون في واشنطن أن الرجال الذين لم يختنوا هم أكثر عرضة لأن يصابوا بفيروس الإيدز. ولذلك أقرت منظمة الصحة العالمية في مارس 2007 الختان رسميا كوسيلة للوقاية من مرض الإيدز. إجراء الختان. يجرى الختان بعد يوم أو يومين من الولادة، ويكون ذلك في غرفة الحضانة في المشفى عادة. لذلك من المستحسن أن تجري استشارة الأهل قبل الولادة بشأن إجراء أو عدم إجراء الختان، كما يمكن إجراء الختان أيضا كعملية لمريض خارجي، أي يمكن إجراؤه بعد خروج الأم من المشفى ويعود الطفل إلى البيت في اليوم نفسه. يمكن إجراء الختان تحت التخدير أو من دون تخدير، وبما أنه عملية مؤلمة لذلك من الأفضل إجراؤها تحت التخدير. تستغرق العملية حوالي ربع ساعة. يمكن حقن المادة المخدرة حول قاعدة القضيب أو حول القلفة، كما يمكن إجراء التخدير بواسطة مرهم، وهذا ما يسمى التخدير الموضعي. مخاطر ختان الذكور ومضاعفاته. هذه العملية آمنة للغاية، ولكن هناك مخاطر ومضاعفات ممكنة يمكن أن تفيد معرفتها في الكشف المبكر عنها ومعالجتها. من هذه المخاطر إمكانية حدوث النزف، ومن الطبيعي أن تشاهد في الأيام الأولى بعد العملية بعض نقاط الدم مكان الجرح، ولكن النزف الغزير غير طبيعي، كما يمكن أن تحدث العدوى أيضا. ومن علامات العدوى خروج مفرزات برائحة نتنة أو ظهور قرحات مكسوة بالقشور ومليئة بالمفرزات، وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الطبيب. إن حدوث صعوبة في التبول أمر نادر ولكنه ممكن، وإذا لم يتبول الطفل في غضون 6 إلى 8 ساعات بعد العملية فلا بد من إبلاغ الطبيب. متى يجب استدعاء الطبيب؟ يجب استدعاء مقدم الرعاية الصحية إذا لاحظ الأهل أي من المضاعفات التالية: أولاً، عدم تبول الطفل بعد 6 إلى 8 ساعات من الختان. ثانياً، وجود نزف مستمر يزيد على بضع نقاط. يجب أيضاً استدعاء الطبيب إذا شك الأهل بوجود عدوى، وعلامات العدوى هي: أولاً، تورم رأس القضيب مع وجود احمرار حوله. ثانياً، وجود مفرزات نتنة الرائحة أو خروج مفرزات من رأس القضيب. ثالثاً، وجود قرحة مكسوة بقشرة وممتلئة بسائل.